ذهب كفار قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه، وبعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وصلى ورجع إلى مكة؟ قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ نعم يا أبا بكر. قال أبو بكر: لئن كان قال ذلك فقد صدق. يا أبا بكر، أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. وبسبب هذه الحادثة سمي أبو بكر ولقب بالصديق.